الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ابتدينا امبارح سلسلة المشاكل، واتكلمنا على أحد أسباب المشاكل من خلال تصرفي أو رد فعلي أو اندفاعي، وقلنا أنا السبب. النهاردة هنتكلم عن السبب الثاني من أسباب المشاكل. السبب الثاني من أسباب المشاكل بصراحة هو الشيطان. يا جماعة الشيطان موجود، الشيطان شغال، الشيطان حاطط في دماغه ان يوقع بيننا وبين بعض في البيت الواحد، الشيطان حاطط في دماغه ازاي يضيع اولادي، الشيطان حاطط في دماغه ازاي اخسر مراتي، الشيطان عنده اهداف شغال عليها. الغريبة ان في ناس تتجاهل الشيطان وتفتكر ان ده من الخرافات او من الاساطير. لا، الشيطان شغال والشيطان بينجح. اكبر دليل على كده هي الكنيسة انقسمت ازاي. الكنيسة انقسمت، صحيح ممكن يكون في بعض الاحيان بسبب بعض الاسباب العقائدية، لكن في اوقات كتيرة قوي ما كانش في سبب عقيدي واضح للانقسام، لكن الانقسام حصل في الكنيسة بسبب الشيطان اللي شغال كويس. ولغاية النهاردة بنلاقي كنايس مقسومة حزبين. طب الحزبين دول اتكونوا ازاي؟ حزب ابونا فلان واتباعه وحزب ابونا علان واتباعه. ربنا يبعد عننا الحرب الوحشة دي، بس ممكن تكون موجودة. موجودة ليه؟ في شيطان. طب الشيطان اسلوبه ايه بقى علشان يعمل مشاكل؟ عشان نتعلم ونضيع عليه الفرصة ونحرق عليه اوراقه. تعالوا نقول الشيطان بيعمل ايه. اول سبب ان انا بديله ودني، بديله ودني. وانا لما بديله ودني الشيطان بيعمل حركة اسمها التسخين. عارفين يعني ايه التسخين؟ يعني انا زوجتي غلطت او زوجي غلط، ممكن جدا اكون طويل الأنا واقول معلش اديها فرصة، طب اعاتبها، طب اكلمها بمحبة، طب اكلمها بوداعة، طب اكلمها باتضاع. لا، الشيطان يقول لا 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 لا، انت الراجل اذا ما كانش صوتك يرج الشقة وتعرف تظبط بيتك انت ما تبقاش راجل. ويروح لها هي ويقول لها خلي بالك انت لو ما وقفتيش قدامه، لو زعق ورديتي عليه بصوت عالي خلاص هو ركب الموجة وهيفضل طول عمره متسلط عليك. هو ممكن يكون الروح القدس اللي بيقول كده؟ مش ممكن. الروح القدس بيقول لنا حاجة تاني خالص، بيكلمنا على الوداعة والهدوء والمحبة والاتضاع والعتاب، كل دي أساليب للروح القدس. لكن الشيطان بيسخن. فاكرين البابور بتاع زمان اللي بتديله 6 نفس عشان النار تولع؟ هو كده الشيطان صعب جدا في التقويم وبيكبر المشاكل، وبيوصل ان هو ممكن قوي زي ما اتفقنا يخرب بيوت ويضيع أولادي ويقسم كنيسة. طب مع الشيطان أعمل إيه؟ أول حاجة ما تسمعش أبدا للشيطان وانت في لحظة غضب. وعلى رأي المثل اللي بيقول بيتها ليلة، يعني إيه بيتها ليلة؟ ما تاخدش قرار أبدا وانت في لحظة غضب، ارمي المشكلة يوم لغاية لما تهدى وتعيد التفكير فيها. 2، يكون عندك تمييز بين صوت الشيطان اللي بيقوم وبين صوت ربنا اللي بيهدي الأمور. علشان كده انت محتاج ترشم الصليب كتير، وتطلب من ربنا الحماية كتير، وتطلب من ربنا انه يكشف لك خداع الشيطان واساليبه اللي خرب بيها بيوت كتير ووقع ناس كتيرة قوي. ياما ناس كانت بينهم محبة وبسبب الشيطان النهاردة في المحاكم. فخلي بالكم يا جماعة الشيطان مش أكذوبة. الشيطان يقول عنه رب المجد يسوع أنه كان قتالا للناس منذ البدء. فهو عارف يخدع الإنسان وعارف يكبر المشكلة وينفخ في الفحمة الصغيرة لغاية لما تبقى نار تاكل البيت كله. يبقى احنا محتاجين يكون عندنا يقظة، ومحتاجين يكون عندي مرشد. ليه؟ المرشد هو اكتر واحد بيبقى شايف المشكلة من بره، فهو اللي بيحذرني يقول لي انت مش ملاحظ ان ده صوت شيطان؟ ارجوك راجع نفسك، لان الشيطان بيضحك عليك يا ابني. يمكن ساعتها افكر واعمل بالمرشد واللي قالهولي. يبقى انا محتاج صلاة،
لكشف الشيطان محتاج ما اسمعلوش، محتاج يكون ليا مرشد روحي لما كنت تعبان وفي وسط مشكلة أجري له، لعل يكون السبب هو الشيطان اللي أنا مش شايفه بس المرشد الروحي هو اللي شايفه. نكمل بكرة سلسلة المشاكل مع حلقة جديدة لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.